السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنوك المصرية تمنع قبول دولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية. أقرت البنوك تعليمات جديدة خلال الأسبوع الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير المعلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية. بحسب مستند حصل عليه مساوي في فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية وفقا للتعليمات والضوابط السرية في هذا الشأن. ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين، أما عن طريق البنك والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه. وتضمنت التعليمات أن لا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية. وفسر مسؤول أحد البنوك في أحد البنوك الحكومية الكبرى هذا القرار بأن الأصل في عمل الصرافات هو توفير احتياجات الأفراد وليس الشركات، لذلك يتعين على الشركات والمستوردين الحصول على احتياجاتهم من العملة الأجنبية من البنوك، وإلا سنفتح بهذه بابا للسوء الموازية. وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق أن البنوك فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 11 مليار وستمائة ألف دولار خلال 6 أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري، وذلك يأتي مقارنة ب 6 مليار و200 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87%. وكان البنك المركزي المصري أصدر في فبراير الماضي قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة للشركات الأجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعتها فقط. واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصار والكيماويات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية. كما وجه المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.